دلوقتي مشاهدينا خلينا نروح لمنى الشرقاوي مرة تانية ونعرف منها آخر أخبار الطقس. اتفضلي يا منى. أخبار جميلة خالص، والمحبي الصيف هيبقوا مبسوطين الأيام الجاية جدا. يعني فكرت أحب الصيف بقى متحمسين جدا ومستنينه جدا. إن شاء الله على خير نشوف، بس تحمس قوي الصيف وتبقى الجو حر قوي خصوصا مع أيام رمضان. أيوة. ربنا يستر. خلينا نشوف كده إيه اللي هيحصل. طيب. كل سنة وأنت أطيب يا أحمد. كل سنة وأنت طيبة يا فسام. وأنت طيبة يا منى. صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة يكون الطقس مائل للحرارة الصبح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، وهيكون شديد البرودة بالليل على كافة الأنحاء. خلينا نطمن على حالة الجو من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك دكتورة منار، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك استاذه منى، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. دكتوره منار، امبارح كان الجو الصبح حلو وصح، وبالليل كان شديد البروده. عايزين نطمن الفتره اللي جايه هيحصل فينا المقلب ده تاني؟ الناس هتخرج الصبح لابسه نص كم وترجع بالليل بردانه، ولا ايه اللي هيحصل؟ بالفعل يمكن احنا لسه مستمرين في الاجواء الربيعيه اللي هي بتبقى دافيه خلال فتره النهار، باردة خلال فترات الليل، لأن احنا مستمرين في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية. في فرق كبير بين درجة الحرارة خلال فترة النهار وفترة الليل، بيوصل لعشر درجات، ويمكن مع نهاية الأسبوع هيوصل لأكثر من 15 درجة. احنا بنتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، كتل هوائية دافئة بتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. الطقس بالفعل خلال فترات النهار بنبدأ نشعر بأنه هو دافي إلى مائل الحرارة خلال فترات النهار على سواحلنا الشمالية، محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، بيكون حر على محافظات جنوب الصعيد، ده طبعا خلال فترات النهار. مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل ما زالت درجات الحرارة منخفضة، الأجواء بتكون باردة في أول ساعات الليل، لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر الأجواء بتكون شديدة البرودة، خاصة لما بيبقى في نشاط للرياح خلال فترة الليل، ده بيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة خلال فترة الليل. والظاهرة الجوية بتكون مؤثرة معانا اليوم وعلى مدار الأسبوع إن شاء الله، تكون هي وجود الشبورة المائية. اليوم تكونت شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها شبورة مائية خفيفة ما أثرتش تماما على حركة المرور، وفي تلاشت مع سطوع أشعة الشمس، يعني بداية من الساعة 7 أول ما الشمس بتبدأ تطلع بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي، ساعة بالكثير والشبورة المائية مش هتبقى موجودة على كافة الطرق. مع نهاية هذا الأسبوع هنبدأ نتعرض لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. ثواني يعني أنا نتوقف هنا بقى مع كلمة نهاية الأسبوع ده، يعني كل سنة حضرتك طيبة. فلكيا المفروض أن بداية شهر رمضان إن شاء الله أول يوم هيكون يوم السبت، وإحنا قرأنا بيان موجود من هيئة الأرصاد أن هيكون في ارتفاع في درجات الحرارة يمكن في نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت، يعني في كلام كده بيتقال أن يوم السبت هيبقى حر قوي، ده حقيقي؟ هو بالفعل يعني احنا بنقول ان يوم الخميس القادم العظمى 28، يوم الجمعة اللي هي بداية الارتفاع الملحوظ هتكون 34 على القاهرة الكبرى، يوم السبت اللي هو بداية طبعا شهر رمضان الكريم كل سنة وحضراتكم جميعا بخير، هتكون العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، يعني الأجواء هتبقى خلال فترة النهار شديدة الحرارة، خلال فترات الليل هتكون باردة. فاحنا طبعا في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة هيستمر معانا لبداية الأسبوع المقبل وهيكمل معانا شوية أجواء، هنعيش شوية أجواء ربيعية دافئة أو يعني شديدة الحرارة أشبه بالأجواء الصيفية، لكن اللي يطمن ان نسب الرطوبه في الكتل الهوائيه منخفضه، فالاحساس بدرجات الحراره مش هيكون زي فصل الصيف، لكن برضو نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس. يعني احنا لو تجنبنا التعرض المباشر لاشعه الشمس الاحساس بدرجات الحراره مش هيكون بالشكل الكبير، لكن ناخد بالنا طبعا لعدم وجود الرطوبه. الجميع بخير. كل سنه وحضرتك بألف صحه وخير. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في مختلف المحافظات. هنبتدي من القاهره اللي العظمى فيها 25 والصغرى 13، الاسكندريه 22 12، مطروح 20 10، سيوه 24 9، بورسعيد 29 9، دمياط 20 12، الاسماعيليه 25 11 والسويس 25 12.
العريش العظمى فيها 23 والصغرى 12، طابة 26 14، كاترين 24 5، شرم الشيخ 26 15، الغردقة 24 14، الفيوم 24 10، بني سويف العظمى فيها 26 15، والمنيا العظمى 27 والصغرى 11، أسيوط العظمى فيها 27 والصغرى 12، سوهاج 28 11، قنا 30 12، الأقصر 33 13، أسوان 34 14، الوادي الجديد 33 14، شلاتين 31 15، أما حلايب العظمى فيها 28 والصغرى 16. بكده نبقى قلنا بيان مبدئي بدرجات الحرارة النهاردة. إن شاء الله اليوم يكون لطيف، وبما إن مفيش يعني رطوبة عالية فمش هنحس بدرجات الحرارة المرتفعة. خلينا على طول نروح لأحمد وباسنت نستكمل باقي فقراتنا. أحمد وباسنت، الجو النهاردة إن شاء الله هيكون معقول. الحمد لله، أنا عن نفسي مبسوطة إنه البرد شوية بيروح واحدة واحدة البرد يا باسنت. خالص ما أقدرش. شكرا لك يا منى، ميرسي ليكي.